اليوم 22، باقي يوم واحد ونكون في الإمارات ونوصل قرش أبو فلة في 30 يوم. يعني مو مصدق قد إيش أنا متحمس وقد إيش أنا مو مستني. يعني أنا ودي أطلع الآن الحين، رايح أشتري مايك وستاند عشان تكون جودة الصوت حلوة زي ما تسمع مثلا الصوت هذا. ما نبغى هذه الأصوات، فلا تنسى اللايك والاشتراك في بداية المقطع ونخش المقطع. أبغى أسألكم شيء، الحين تذكرة الطيران اللي شريتها، شريت تذكرتين لي ولأمي عشان تقدر عشان أقدر أطلع أنا، فهمتوا؟ تبغوني السعر التذكرة الطيران الثانية إنه ما أخليها من السلسلة، أخليها من برا السلسلة وأحط معايا فلوس، ولا أخليها من السلسلة وأصعب على نفسي؟ إيش رأيكم؟ أنا قاعد أفكر فيها إنه زي كذا ولا كذا، فعادي زي ما تبغوه. والحين خلينا نروح ونجرب مايكات وستندات. يلا الحين رايحين نشوف. انا يعني خوف اشتري مايك يطلع كيف بي ويرجع يخرب نفس هذا الكلام. والحين الستاند ابغى لي ستاند كويس، يعني ما يتعدى الخمس يعني هذا المحل. فبسم الله زي ما تشوف قلب هذا القلب، كل واحد حط لك اشتراك زي كذا. ستاند الجوال يمكن اخذ هذا كويس كذا اللي عندهم. فاحنا نبغى نشوف هذا، بدي بتاكد اذا اصلي ولا لا. ولا شيء اصلي هنا ما شاء الله. والله انا اتغرقت قاعد ادور على مايكات ستاندات درجة حرارة تقريبا 5 أو 6 ورايح فيها، وانا خايف ان الجوال يخرب والصوت عندكم رايح فيها والستاند ومدري ايه. الله هذي حالة يا شباب، بس يلا كله عشانكم. والله يسعدكم دائما وابدا، واحبكم يا شباب. وخلينا نروح ندور ساعة. رحت صلحت الجوال وسويت مليون شيء، الجوال كان خربان وبعد زبدة بعد كل هذا ما لقيت ماي زي الناس. فالمشكلة ما أدري إيش حسوي الصراحة. أتوقع إن هنكمل بدون ماي لين ما نروح دبي. الله الحين أنا شايل ستاند، ما أدري إذا ما أحس يفرق الصراحة، ما أدري ما أتوقع حجم ستاند. إحنا ما راح نقعد في العقبة، إنه بس حنروح العقبة اليوم بعد تقريبا 6 ساعات نركب الباص. دي 4 ساعات نوصل، وبعدها نروح نقعد نتكي بالمطار، ننام بالمطار 6 ساعات تقريبا عشان نقدر نطلع. فجوال كله صار موية، يا رب ما يخرب. اسامة بدي اسالك، عندك مايكات للجوال؟ موجود. اشوف انواع بالله. ايوه بس اشياء اصلية. يعني نصابين هذول الزبدة. في مكان ثاني بروح اشتري منه. وهذول النصابين. خلاص انا ابغى اخرب امس واحد بين زبده نصابين وكان يبغى يزرفوني. طيب بس انا خبير، قلت له ابغى اجرب المايك، قال لي لا ممنوع تجربه اصلا، ممنوع. قلت له طيب يمكن يطلع خربان، قال لي لا اصلي احنا ما ادري ايش. بعدين رحت تاكدت شفت الكود، ما في كود اصلا المايك كله. زين دخلنا مكان ثاني ندور مايكات. فيلا لقينا مايك، بس ابغى اروح اشوف محلات ثانيه، ما ابغى استاجر من اشتري. وانا مقرب الجوال عشان في ناس جنبي ما ابغاهم يطلعوا. قبل ما نسافر لازم تروح عند سكوب لوب تاخذ لك واحده هنا وتضبط الوضع وتروح هناك ومسافر. يعني بدون سكوب لوب كيف تسافر؟ يا عيال بعد ما رحنا عند سكوب لوب اعطونا 30 دينار الله يعطيهم العافيه. ما ادري ايش اقول، سكوب لوب كذا سكوب لوب بيكونوا دايم فجر الدنيا يا عيال. والله ضبطوني الله يسعدهم، ضبطوني زي ما ضبطوني. وخلاص نستنى الباص، لسه باقي له نص ساعه ويوصل. وصل اي الباص؟ يلا الباص ورانا مشوار 4 ساعات يا عيال. ما ادري اذا تشوفوني ولا لا، بس والله في كلام خاطر بدي اقوله، خليني اقول لكم اياه هنا. انا ما ادري كيف انا سويت هذا اصلا، وكمل لكم الكلام لما اركب الطياره عشان اتاكد. لا تنسى اللايك والاشتراك، ها لا تنسى اللايك والاشتراك. طيب يا عيال، واخيرا وقفنا عند المحطه. يعني نوقف، نبغى امشي، يدي تشنجت بعد ساعه ونص. ف اخيرا هو فوقفنا. هذه المحطه الوحيده اللي راح نوقف عليها. بدخل زي ما تشوف وجهي مفقع، كنت نايم، بدخل ضبط طبعا كل شيء نرجع نكمل. فالمحطة الله يحفظك. باقي 2:30 عيال، وصلنا الحين العقبة أخيرا، وبناخذ تاكسي عشان نروح المطار. فما أدري كم السعر، ف
فنشوف. طيب يا عيال، لما نشوف انا وصلت المطار، باقي 6 ساعات على الطيارة. الحمد لله سويناها يا عيال، والحين نوصل قش المفلق. والله دعم، شكرا لكم كل شيء. فهذا نهاية المقطع، بس وصلنا المطار وصلنا 6 ساعات، ولما نطلع بالطيارة نصور لكم. وشكرا لكم على المشاهدة، أتصل لكم بالاشتراك، وأحبكم مرة. السلام عليكم.